بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل للقرآن ترتيلا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، مشاهدي القناة الثانية، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا. نبدأ هذه الحلقة بحول الله وقوته بآيات بينات من الذكر الحكيم، ثم بعد ذلك نبدأ بالتعليق على الآيات بروايتي الإمام ورش وقارون عن نافع، وكذلك برواية الإمام حسن العاصم، ومعنا القارئ شيبة ولد محمد والطالب محمد ولد الشيخ. لنبدأ مع القارئ شيبة ولد محمد برواية الإمام قالون عن نافع، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. طيب، بارك الله فيك. كانت لكم رواية الإمام قارون عن نافع. الآن نتحول إلى الطالب محمد ولد الشيخ برواية الإمام ورش عن نافع، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم
آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. طيب بارك الله فيك الطالب محمد ورد الشيخ، كانت تركم روايته الإمام ورش النافع والواو والياء متى سكنتا ما بين فتحة وهمز مدتا له توسطا وفي سوآت خلف لما في العين من فعلات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الآيات تبدأ من قول الله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هنا نشد المد المنفصلة اختلف فيه الإمام ورش والإمام قالون، فالإمام ورش في حالة الصلة يشبعه كما أرسلنا فيكم، الإمام قالون له وجهان وجنب المد وجنب القصر والمعمول به القصر كما أرسلنا فيكم، والخلف عن قالون في المنفصل نحو بما أنزل وما أخفي لعدم الهمزة حال الوقف. أما الإمام ورش في حالة الصلة فيشبعه، والإمام قالون له وجهان وجه بالمد ووجه بالقصر والمعمول به هو القصر، وإن كان حميد رحمه الله صدر بالمد حيث قال وصدرا بالمد ثم ثني بالقصر، لكن هذا في حال التداخل تداخل الإشباعات وتداخل السور، وهو علم معروف عند المحاضر، وصاحبه عندما أراد أن يتكلم عن سورة التحريم قال يا من جهلت تداخل التحريم فاسمع لقولي تكن مستقيمي، فبعد إدخالك ورشا مسجلا فذني تعلم أن الله جلا، وعلم بأن بدء الأولى الأمر والثاني قل لي تعلم لا الأمر، فمدري الأول واقصر في الآخر واقصر في الآخر لا علم الحري، فوقفا علما وصل البسملة وقدم الطول في رأس السورة له، وثني بالقصر من غير بسملة فاحفظ لذا تنجأ من جهل الجهلة. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، هذه رواية الإمام ورش رحمه الله. أما الإمام قالون يتلو عليكم آياتنا، فميم الجمع هنا جاءت قبل همزة القطع يصلها الإمام ورش في حالة الصلة ويسكنها الإمام قالون، وكذلك الإمام حفص. القول في الخلاف في ميم الجمع مقرب المعنى مهذب بديع، وصل ورش ضم ميم الجمع إذا أتت من قبل همز القطع، وكلها سكنها قالون ما لم يجئ من بعدها سكون، واتفق في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل كتب عليكم الصيام وهكذا. آياتنا هذا هنا مد البدل للإمام ورش فيه ثلاثة أجوه الإشباع والتوسط والقصر، والمعمول به التوسط مقداره ثلاث حركات، بينما الإمام قالون له فيه القصر، وطبعا وبعد همز للجميع أبدلت لجميع القراء، إلا أن الإمام ورش يزيد ذلك المد، فله كما ذكرنا ثلاثة أجون الإشباع والتوسط والقصر معمول به التوسط مقداره ثلاث حركات،
قد قال ابن بريان رحمه الله في ذلك: وبعدها ثبتت أو تغيرت فاقصر عند الجميع. وعن ورش توسط ثبت بشرط ياش ما لم تكن همزته لا الثقل بعد صحيح ساكن متصل فإنه يقصره. مثل ماذا؟ فإنه يقصره كالقرآن ونحو مسؤولا فقس واللمآن ويا إسرائيل لا تقصري، هذا الصحيح عند أهل مصري. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. طبعا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب، نمسكنا طبعا قبل الواو، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد لقربها من الفاء في المخرج والاتحادها مع الواو في المخرج، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. لماذا؟ لقربها والاتحاد في أي لقربها من الفاء في المخرج والاتحادها مع الواو في المخرج. طيب، ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ويعلمكم الكتاب والحكمة، إل هنا مظهرة وتسمى بأل القمرية للام الحلان قبل أحرفي ولاهما إظهارها في التعريف قبل أربع مع عشرة، خذ علمه من أبغي حجك وخف عاقمه، لانهما إضامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي. طب ثم صل رحما تفوز ضفلان عم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام الأولى سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قلنا عم وقلنا والتقى، إل هنا تسمى بإل القمرية وتسمى بإل المظاهرة، يعني أن إل لها حلان مع حروف الهجائية، إما أن تظهر وإما أن تضام، فتظهر قبل 14 حرفا وتضام كذلك قبل 14 حرفا. والمظاهرة تسمى بإل القمرية والمضامة تسمى بإل الشمسية. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، ميم ساكنة يا جاءت بعدها ميم متحركة فتضام الميم الساكنة في ميم متحركة. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة للحجاء. أحكامها أو أقسامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء إضام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوي للقراء ومن يعتصم بالله. والثاني إضام بمثلها أتى وسمي إضاما صغيرا يفتى. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلم ولكم ما كسبتم، وهكذا. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوية. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، رواية ورش بالإمام قالون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، رواية ورش من الإمام قالون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هنا آمنوا بدل الإمام ورش اقصروه الإمام قالون بالصبر والصلاة، الصلاة بتغليظ اللام هذه للإمام ورش، غلظ ورش فتحة لام يلي طاء وضاء ولصاد مهملي. بينما الإمام قالون بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وغن ميما ثم نون شددا وسمي كل حرف غنة بدا. أنا عم متصل تفضل. نعم إن الله مع الصابرين، النون هنا مشددة وغن ميما ثم نون مشددة وسمي كل حرفة غنة بدا مع الصابرين. كان المشايخ الموريتاني إذا وقف الطالب هنا يسأل الشيخ ما هذا الوقف فيقول سكون ظاهر وإشباع عارض أربع حركات مقدرات في الياء والحي مع العارض
فيسأله الشيخ ما هو العارض فيقول سمي العارض عارضا لأنه يتعرض في الوقفة دون الصلة. ولا تقول نعم. عبد الله تفضل. نعم عبد الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يحييك ويبارك فيك، تفضل. سنقرأ برواية ورش إن شاء الله. برواية ورش، تفضل. الآيات تبدأ من إيه؟ الآيات تبدأ من قول الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. تنتهي إلى قوله تعالى: وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولاد. طيب بارك الله هنا فيك عبد الله، تلاوة ما شاء الله جيدة ومباركة. نستقبل مكالمة أخرى إذا كانت هناك مكالمة. نعم الشيخ المهدي تفضل. نعم شيخنا كيف حالك؟ حياك الله وبارك فيك. الله يحييك ويبارك فيك، تفضل. الله يحييك ويبارك فيك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طيب بارك الله فيك، شاهين الله وإياك وجميع المتصلين والمشاهدين من الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. نعم محمد بويه تفضل. كذلك مشاهدين السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا وسهلا. حياك الله وحيا الله المشاهدين. الله يحييك ويبارك فيك. الله يحييك ويبارك فيك. تفضل محمد بويه، الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. طيب بارك الله هنا وفيك محمد بويه، تلاوة ما شاء الله جيدة ومباركة تتميز بالنبرة الموريتانية. نعم الأستاذ سيد أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يحييك ويبارك فيك، تفضل. يا صوت استكاد الرواية ورق. بإذن الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر تكاثر المقابر ألهاكم التكاثر أيوة حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين
لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم طيب بارك الله فيك استاذ سيد احمد تلاوه ما شاء الله جيده ومباركه نستقبل مكالمه اخرى نعم عبد الله الشيخ تفضل كنت من منين بروايه ورش الشعر تبدا من قول الله تعالى كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون الى قوله تعالى واولئك هم المهتدون كما ارسلنا نعم كما ارسلنا كما ارسلنا فيكم رسولا هو كذلك نعم هو كذلك الينا قوله تعالى وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة نعم تسمعوني ما تسمعوني اسمعوك تفضل في رواية ورشني إن شاء الله بإذن الله تعالى تفضل كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم آياتنا ذاك مد بدل الورش آياتنا مد بدل الإمام الورش رحمه الله في التوسط آياتنا كم آياتي آياتنا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ذيك آياتنا زيدها ذيك آياتنا زيدها شوي آياتنا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين شوف هيك آمنوا أمي لا تزيدها شوي يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إيك آمنوا مد بدل هذه الورش يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة أيوة إن الله مع الصابرين هل سمعتموني؟ هو كذلك واصل. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون
نعم وصل. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون واصل. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم فاطمة تفضلوا. نعم رواية وقت إن شاء الله بإذن الله تعالى تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نعم نعم واصلي. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. نعم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله العظيم. طيب بارك الله فيك فاطمة تلاوة ما شاء الله جيدة وباركة. نعود إلى القارئ شيبة محمد برواية ورش عن نافع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا
الصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. طيب بارك الله فينا وفيك، تلاوة ما شاء الله كانت جيدة ومباركة. لا شك أن الوقت كالسيفي إن لم تقطعه قطعك. باسمكم مشاهدي الكرام أشكر القارئ شيبة محمد، كما أشكر الطالب محمد ولد الشيخ، والشكر موصول للفريق الذي كان يشرف على هذه الحلقة المباركة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها العمل خالصا لوجهه، إنه هو لذلك والقادر عليه. رحم الله امرأ منكم دعا إلى الخير ودعانا بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.